النهاردة هنروح لأجمل مكان في شمال ألبانيا كلها، شالا ريفر. يا جماعة قابلت ويكس وقلت اتصور معاه. حبيبي غنينا حتة صغيرة. ياما ياما ياما. لا لا خلاص يا خليه. هنفطر بسرعة قبل ما نتحرك. فطار بيتي كده، احلى كوبايه قهوه بسرعه بسرعه بسرعه. تعالى باشا افطر في الرايق قهوتك. نفطر بسرعه، انا حرفيا مش شايف، حرفيا مش شايف. انا نايم الساعه 1 وساعه دلوقتي 6، 5 ساعات في السريع. العربيه جت، هي دي. انا عايز مكان انام فيه. تقريبا الطريق هياخد بتاع ساعتين من شكودرا لغايه المكان بتاع الفيري او المراكب اللي هناخدها عشان نوصل لكوماني ليك والشلا ريفر. يونك يا جماعه رهيب رهيب رهيب. اوبا بسم الله. مورنينج. نزلنا شويه اتصورنا، الاجواء عالميه 100%، مفيش كلام بعد الكلام. هننزل بقى قدام شويه لسه وناخد مركب ونمشي في الجمال ده. قابلت الشباب الجميل ده من السعوديه واقنعتهم يجوا معانا شالا ريفر. احمد اهديك، اقنعتك تيجي شالا ريفر؟ يلا بينا. خلاص اشتريت شالا على شالا. اشتريت شالا. يلا بينا. نفع ده يخرجنا على اجواء تانية تماما. يلا بينا. وصلنا خلاص. انا هذه صارت صدمه اليوم. فلمندرت. وقفنا ريست بعد ساعتين سواقه بالاتوبيس، جبنا ميه شربنا قهوتنا، الدنيا جميله. وصلنا بقى لاول حته في كوماني، وهناخد المركب ساعه ونص عشان نوصل. ده مربط ايه يا ثانك يو عشان نوصل. نوصل فين؟ احنا رايحين فين يا شباب؟ شالا ريفر. عشان نوصل شالا ريفر. لا لا لا، اجواء في حته تانية بصراحه. المايه رهيبه، الجو رهيب، الجبال شكلها حكايه. بصوا الدنيا عامله ازاي. طيب الرحله بسرعه كلفتنا تقريبا 30 يورو. مواصلات الاتوبيس رايح جاي طبعا مسافه بعيده، المركب 18 يورو تقريبا. وهناك بقى لو عايز تتغدى، عايز تاكل حاجه، تقريبا ب 10 يورو الغدا. بس ده السعر كده بسرعه شديده. ولو حجزت من الويب سايت او حجزت من الهوستل او الفندق اللي انت قاعد فيه، المفروض بيبقى نفس السعر تاني. هنمشي كده في الكلام الجميل قوي ده ساعه ونص، لك ان تتخيل. الوطن العربي كله هنا. لسه وداخلين بقى في قلب الكوماني ليك، وهنوصل ان شاء الله لحد شالا ريفر. التربة دي تتعمل يوم واحد رايح جاي. في تربة تانية ممكن برضو تعملوها، اللي هي تروحوا لغاية فالبونا. فالبونا دي آخر بقى مدينة هنا خالص، وتلاته يوم. وتاني يوم تعملوا هايك بياخد من 6 ساعات لتسع ساعات او 10 ساعات على حسب كل واحد وصحته ايه. وتنزل الناحية التانية على مدينة او قرية اسمها فيس، ودي البلوج اللي جاي بقى فيس. فما تنسوش اي حاجة في الفترة اللي جاية. يلا خليكم معانا. داخلين حته ضيقه جدا، معرفش داخلين يعملوا ايه. We're going up. Yes, of course. We can jump. اوف. حلو قوي الحته دي. اوه. اوب اوب اوب. ان 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 ان. يلا قعدنا هنا شوية، الأجواء لطيفة ولذيذة. والمشكلة بقى في النزول، الناس بتزحلق. ربنا يستر. عاش يا معلم. أوكي أوكي أوكي. يا نهار أبيض يا نهار أبيض. خلاص احنا قربنا أوي. خلاص شارع ريفر وصلنا. هو ده هو ده النهر. تلج تلج، المياه تلج، بس هننزل ونعوم.
منقاه جدا وجميله جدا. يلا بينا، وصلنا الحمد لله. اجواء عالميه 100%، مفيش كلام بعد الكلام. واو واو، طبيعه تجنن تجنن تجنن. ناس بتسال ايه الفرق ما بين شالا ريفر وكوماني ليك في الرحلتين. كوماني ليك هي الليك الكبيره اللي احنا كنا فيها في الاول، وبعد كده دخلنا شمال للريفر. ريفر غايه في الجمال والروعه، المياه نقيه جدا ونظيفه جدا وساقعه جدا، وهنحاول ننزل نعوم فيها. تقريبا الرحلتين بيتكلفوا نفس التكلفه، وهي تقريبا 18 يورو او 20 يورو الفيري بس او المركب. فالمركب بياخدنا مركب اصغر، قريب انت من المياه، شايف المياه احسن، شايف الجبال احسن. الفيري لا، الفيري كبيره وفيها عربيات وفيها حاجات تانية كتير، خدناها السنه اللي فاتت وكان الوضع مختلف عن كده. فاللي عايز يعمل يوم واحد برشح له ان هو يعمل الشالا ريفر او يعمل البوت تريب، المركب الصغير هتبقى احسن. كمان في اكتيفيتي هنا، ممكن تنزل تعوم، المياه نظيفه جدا وجميله جدا، ممكن تنزل تعوم، ممكن تعمل كاياك، في هايك صغير هنطلع نعمله. لكن في كوماني ليك بتبقى تقريبا 4-5 ساعات، لكن كمان ما فيهاش اي اكتيفيتي، انت بتروح بالفيري وترجع تاني. قعده جامده ولذيذه ورايقه، غدا هنا على النهر على طول. واو واو واو، لا لا لا، جامده جدا بصراحه. ازاي اكل جاي منين النهارده؟ صينيه بطاطس يا معلم. هناخد بقى كوبايه قهوه قبل ما نطلع الهايك، وبعدين والله سعره معقول جدا، يعني يورو وربع تقريبا حاجه كده. فيو جامد، ها قهوتنا على الفيو جامد. ايه يا جدعان، ده جنه سبحان الله. ما الجنه تبقى عامله ازاي يا صاحبي؟ يلا ربنا يرزقنا جميعا وجميع المشاهدين بالجنه ان شاء الله. يلا بينا هايكنج. هاي ليتس جو. كنا تايهين او مش تايهين، بس متلخبطين في الطريق. ففي الهايك هنا في البانيا في العلامه دي على طول تقول لك انت ماشي صح ولا غلط. ماشيين في الهايك تقريبا تلت ساعة، أجواء عالمية بصراحة، ماشيين جوه الغابة. خلص كده، ما خدناش 10 دقايق ولا ربع ساعة. في هايك صغير كده في عند شيلا ريفر، من الحاجات اللي بتتعمل برضو عند شيلا ريفر. وبعد كده هننزل دلوقتي بقى، إيه، ننزل شوية نبلبل شوية في الماية قبل الغدا. هنتغدى برضو هنا بجد. هايك مفيش ولا أجمل ولا أروع من كده. لقينا مشروم في الجبل وإحنا طالعين، وزي ما أنتم عارفين في أنواع كتير من المشروم بتعمل هلوسه، يعني بياخدوها كنوع من انواع الدراجز. طبعا ما انصحش اي حد يجرب اي حاجه، لان ممكن يكون سام، لان في كمان انواع من المشروم سامه. فوانت في الجبل حريص جدا ما تاكلش اي حاجه انت مش عارفها، ما تعملش اي حاجه، انت ما تحتكش بحيوان انت ما تعرفوش، ممكن حاجه تعضك، حاجه فاهم. بقول لكم ايه، الفيو حكايه، ما تيجوا نطير الدرون. يلا بينا. وصلنا بقى لوقت الاكشن. هناكل، انا جعان يا صاحبي والله، جوعان والله. بص انا والراجل ده كنا شايلين في الهايك، والشباب دول ما شاء الله جايين من نيبال، فايه واخدنا جري جري. يلا ناكل الاول ونظبط، وبعد كده نشوف انا هتعوم معايا ولا مفيش. ما فيش، يلا بينا. بقول لكم الشوربه حكايه، شويه سلطه نلم عظمنا شويه. اضرب يا معلم. الف هنا بالعافيه حبيبي. طب تشيكن مع بطاطس. يلا يا باشا هننزل نعوم. مش عايز تنزل؟ انا معاك يا عم. يلا يلا، طب غير وانزل ونروح. لا خلاص، تحبش الميه. يلا هنلبس وننزل. المايه جامده بس تلج تلج تلج. في البلو اي ان شاء الله في تيس هينزل المايه. من عندي خلاص، انا مش هنزل في البلو اي. انا هنزل في البلو اي. اوكي يو هاف تو جو. اوكي خلاص يا جماعه، هينزل في البلو اي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. دلوقتي هنغير وننزل المايه، وامرنا الى الله. تلج هنا والله، تلج تلج والله.
جو دايركت 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 تلج تلج والله لا 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 تلج ما حدش يقوم هنا. احساسك ايه بعد ما خرجت من المايه؟ ده فين دلوقتي؟ ها بس كان تلج جوه. يو ميد ات. المايه كانت ساقعه جدا جدا جدا. نزلنا مرتين ثلاث مرات. هنتحرك دلوقتي ناخد البوت والمركب ونتحرك على طول في طريق العوده. هننزل تاني في مكان بقى ادفى شويه ننزل نعوم فيه. بس الميزه هنا ان انت مجرد ما بتطلع من المايه المايه ساقعه جدا جدا جدا. بس اول مجرد ما بتطلع من المايه الشمس حلوه فبتدفى على طول والصخور اللي في الارض دي بتدفي في لحظه. اجواء عالميه 100%. مفيش كلام بعد الكلام. اتبسطنا بصراحه هنا قوي 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 في شاله ريفر. بنصح اي حد يجي لازم لازم يجي شاله ريفر. وزي ما قلت لكم تقريبا كلفتنا الليله كلها 40 يورو ولسه ما دفعناش. وشكلنا مش هندفع ولا ايه؟ ما حدش بيقول لنا هات فلوس. هيعلقونا في الاخر. تايم تو جو. الناس كلها قاعده مستنيانا. استنى ويت فور مي ويت فور مي. استنى يا عم الشنطه بتقع والتيشيرت بيقع. هاي اي ميد ات الحمد لله. في اتجاه العوده يا جماعه. لا 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 والله انا مش مصدق. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بصوا بصوا حتى الناس اللي عايشه في اوروبا مش مصدقين. نزلنا المايه تاني. الشباب نطت. انا مش متحمس بصراحه. خد تعالى انت رايح فين؟ هنا المايه دافيه بقى. ننزل نعوم شويه هنا. بس اجواء رهيبه والله العظيم يا جماعه. ما ينفعش يفوتكم الكلام ده. بص ده نازل معدي من تحت المركب. حالتنا بعد ما طلعنا من المايه. بص فايرت ولا مش فايرت؟ ها برازيل الكاريبي ولا مش برازيل الكاريبي؟ اصلي طب قرب مني حبه. ايه الغزاله رايقه حلوة سيئة. وصلنا بالسلامة. هي دي المينا وده السد اللي عمل البحيرة الجميلة دي. يلا بينا. وصلنا الحمد لله الناحية التانية. وخلص فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ومنسوش تدعمونا كالعادة بلايك واشتراك في القناة. واشوفكم الفيديو اللي جاي في ثيس الغاية في الجمال والروعة. سلام. ده انت مسكته ده؟ ابو ايه؟ دبور يعني. أبو بشير يبشرك بالخير. والله ما شاء الله. الله يكرمك. الله يبشرك بالخير. هو جاب البتاع دي من على ظهري. طبعا لو عايز غدا الغدا هنا موجود تقريبا ب 10 يورو. احنا حجزنا فول تريب. لكن لو كمان حابب ان انت ده مركب خايش ده خد. يا عم بوست لنا المهم. راحة شوية 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 بالراحة. سلو سلو. افتح اوبا الاكل وصل. افتح بسم الله. سوب سوب ايه؟ تشيكن.